العرجون الأول يراوغ الثاني يتقدم العرجون يتقدم العرجون مرة الكرة يلعب واحد اثنين ممكن ثنائية ممكنة تأتي بالجديد ومراوغة ممتازة الهدف بنو مرزوق يعيد الاعتبار ويعيد الأمل للجمهور المغربي هدف جميل جميل جدا تسديدة من خارج منطقة الجزاء بطريقة اللاعبين الكبار ها هو بنو مرزوق فعلا هنا يعبر عن فرحته بهدف جميل في مرمى المنتخب الإيفواري هنا هدف يرفع المعنويات هدف يجعلنا نشاهد ممكن صورة أخرى شاهد الثنائيات عملية واحد اثنين هي اللي ممكن تأتي بالحلول لعب الواحد اثنين مع عمر العرجون هدف جميل يحسب لابن مرزوق ولكن أيضا لا ننسى ابن الرجاء عمر العرجون لتخلص من ثلاث لاعبين ومر الكرة لابن مرزوق وكرة ابن مرزوق في الشباك فعلا 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 ابن مرزوق يسجل الهدف اش غادي تشد في هذه الكرة يا ديباغاتي شدها من الشبكة يا ديباغاتي لأنه أمامك ابن مرزوق أمامك ابن مرزوق تسديدة رائعة والكرة يتفرج فيها ديباغاتي ويجيبها من الشبكة